لاعب والنجم الخلوق فهد الانصاري. مرحبا فهد، يعطيك العافيه، مبروكين هذا الانتصار، انتصار جميل اليوم، جمهوركم يتغنى ويرقص اليوم فرح معاكم. اول شيء الحمد لله على كل حال، اتوقع استحقنا 3 نقاط، ادينا اداء ممتاز، يعني اتوقع كنا مركزين الاسبوع الاخير هذا لمباراه الاتفاق، والحمد لله انا قدرنا ناخذ 3 نقاط، وبمجهود اللاعبين اتوقع ان كنا اداء ونتيجه اليوم. خلينا نتكلم في الامور اللي تخص ابو صقر، نتكلم معاك فهد، مستقبلك مع الاتحاد الى وين؟ الكلام اللي اليوم يدار عن فهد عروض من نادي الاهلي السعودي، نادي الوصل الاماراتي، نادي الاتحاد، وين من بين هذه العروض فهد؟ طبعا اول شيء يعني مثل ما الكل عارف، الى الان انا لاعب اتحاد ولا في اي شيء جديد. اتوقع ان راح يعني افكر انا اخلص موسمي، وبعد ذلك انا افكر في العروض الجايه، وان شاء الله كاتب يصير ان شاء الله. وين الجديه ما بين هذه العروض؟ نادي الاتحاد وينه فهد؟ ايش الكلام اللي دار بينكم؟ موجود نادي الاتحاد، وبالعكس انا يمكن قعدت مع اداره النادي، ولا الله كاتب يصير ان شاء الله. جميل. الوالد غرد بتغريده قال انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، البعض فسرها قال هذه ممكن ان فهد ماشي على الاتحاد. لا لا، يمكن الوالد يعني قاعد يغرد بموضوع ثاني، بس يمكن العالم او بعض الجماهير تفسرها بتفسير ثاني. جميل، موفق دائما يا فهد، يعطيك العافيه، انت مكسب للدوري السعودي. حبيبي الله يخليك، شكرا.